أيها الأبناء والأهل في رحاب سوريا وبلاد الاغترار، إن إرادة الشعوب هي الباقية والمنتصرة، وقد بذلنا جميعا المهج والأرواح ولم نبخل، لكننا لم نلمح ما يشير إلى مواطن الإحساس بالمسؤولية. وطيب النوايا وكدح جماح هذه المعاناة بعد أن اشتدت وسدت بوارق الأمل من سوء الإدارة والعمل، من تكرار الفشل تلو الفشل، فارتفعت أصوات الشباب والشياب والحرائق من إخوتنا وأبنائنا وبناتنا في حورانا سهلا وجبلا، مع أبناء العشائر وعلى الأرض السورية حاملين مطالبا محقة مشروعة بسلمية وسلام، طارحين أفكارهم المحقة